صدق الله العظيم، لقد حان الوقت. توكل على الله ونعم بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصيب 16 مواطنا في تفجير عبوة ناسفة زرعها عناصر إرهابية بإحدى محطات مترو الأنفاق. بارك الله فيك يا شيخ عثمان. بقول لك إيه، ما تيجي نكمل شغل مع بعض، إيدي في إيدك هنوصل لكل اللي بنحلم بيه وأكتر. مش هينفع يا شيخ همام، إحنا يمكن يكون هدفنا واحد بس فكرنا مختلف، والأفضل إن كل واحد فينا يشتغل بطريقته. طب مش حابب تعلن عن وجودك في العملية دي؟ مش جاهز، لما أجهز هبقى أعلن برضه بطريقتي. هتسمع عن الظافر. الظافر بإذن الله.